طبعا هي المشكله ما تخص كربلاء فقط، هي مشكله عامه، لكن هذا الطالب احد الطلاب اللي تحدث لنا هو من كربلاء، لذلك يعني في كل محافظاتنا موجود مثل هذا الطالب. وتحديدا موضوع الغش، الغش في المدارس العراقيه بصراحه بدا يتطور يعني مع تطور التكنولوجيا، سماعات الكترونيه، لواسق كانت تلصق يعني على يمكن الاقلام او المسطره او المساحه، كلها بدأت تتطور يعني حتى هذه هنالك نقلات فيها في عملية الغش. ربما الطالب بدأ يستسهل الموضوع ما دام اكو هيك تكنولوجيا واكو طرق تسهل له الغش. كان صريح احد الطلاب مع مراسلنا وليد الصالحي اللي التقى به حتى يروي يمكن بجرأة موضوع الغش في المدارس، وربما يعني مع الأسف كان هذا الطالب يفتخر بهذا الموضوع ويتحدث بأنه هو أصبح طبيعي هذا الموضوع، موضوع الغش في المدارس، لذلك أخفينا وجهه وحتى غيرنا صوته بناء على طلبة. فخلونا نشوف تطور أساليب الغش لدى الطلبة. اهلا بكم مشاهدينا، اهلا بك مازن. طبعا اليوم لوكيشن جديد من محافظة كربلاء، تحديدا حالة معينة من عشرات الحالات التي تحدث في كربلاء، يعني حالة الغش في الامتحانات لدى الطلبة. اريدك تحكي لي شنو الاسباب اللي خلتك تغش، لان حسب ما حكينا نعم. انا وياك نعم. انه انت مجرب هذه الحالة. نعم والله الاسباب حقيقة هواي، واحدة من أدهن مثلا صعوبة المادة أو عدم تلقي التدريس الكافي، سهولة الغش حاليا جدا جدا سهل الغش بالنسبة لنا، عدم شح المدرس أو الانشغال بعدم الدراسة، فهي هواي أسباب بالنسبة مثلا للغش. طيب أنت تجربتك بالغش شنو هي التجربة اللي سويتها؟ أحد التجارب يعني أن وسائل الغش حاليا كلش عديدة، واحدة من الوسائل مثلا الكتابة على المساحة أو الطباعة، حاليا بعض المطابع اللي تقدم مساحه اصلا هي مطبوع عليها، تقدر تطبع عليها انشاء او تقدر اي شيء يعني تطبعها، هو اصلا يعطيك مقطاطه او مساحه بغلافها مطبوع عليه انشاء او عباره من سؤال او جواب. طيب انت يعني جربت اشتريت من مطبعه مساحه نعم مسطره؟ نعم اكو هواي بيجات ايضا على الانترنت حاليا تسوي هذا الشيء، تعطي تنسخ للكلام وتعطيه اياه ويعطيك اياه على شكل مقطاطه ومساحه مطبوع عليها الكتابه كامله. بيا صف وانت غشيت هذا الشيء؟ والله من الثالث متوسط يعني بلشت هاي السالفه لين وزاري او هيك شيء، وحاليا سادس اعداد. اها يعني عبرت الثالث متوسط؟ نعم نعم عبرت كل المراحل. طيب ما اكتشفوك او شيء؟ لا لا، لان قلت لك الرقابه مو كلش قوي. وحتى لو اذا شافوك حاليا يعني يتغاضون، ما لهم خلق انه يقعدون يسوون مشكله وياك، بس يريد يخلص الامتحان حتى يروح البيت. طيب انت كطالب يعني من الثالث بديت تمارس عمليات الغش، تفتهم يعني علميا اليوم انت تفتهم تستوعب؟ نعم علميا، بالنسبه علميا كشرح الاستاذ ما استوعب علي قدام، بس كنسبه ذكاء اخوان ذكي، بس خلال الدراسه يعني هو الشرح الاستاذ او المادة أصلا يا يعني أما صعبة أو شرح الأستاذ ما يوصل لي حتى يمنعني من الغش، حتى يعطيني المادة الكافية اللي أقدر أجاوبها بالامتحان. نعم. طيب شنو اللي يعني اللي يشغلك عن القرار؟ يعني الشغل، اللعب، تعرف سه الببجي، غير هواي أشياء. نعم. طيب أنت نجحت من السادس أو لا؟ وناوي تغش، ناوي تقرأ، شنو هاي؟ بالنسبة للسادس المراقبين يعني كلش كلش مثل ما نقول مشددين على الغش، بس بنفس الوقت تعبر عليهم هواي اشياء. اي المراقب هذا امين. يعني انت ناوي تغش هاي السنه؟ اكيد على مود بتعرف بعد سنه اخيره ومعدل لازم. طيب تفتخر بيها انت هسه من تنجح من السادس تروح كليه وتتخرج، تفتخر تحكي بيها تقول غشيت ونجحت؟ والله حاليا يعني هي بالنسبه لنا نطاشه مال هذا انه يعتبروها مثلا بطوله او هيك شيء. بس انا بالنسبه لي يعني اشوف انه هي صوت التدريس، صوت الكادر التدريسي اللي علمني على هذا الشيء، هو لو من البدايه كان يدرسني او يعطيني المعلومات الكافيه ما كان اتجهت انا لهيك طرق. يعني بياناتكم كطلبه تحجون انه فلان غش فلان غش؟ اي نعم، والبعض يعتبرها بطوله انه غش بفلان او جاب درجه بفلان ماده. نعم. بس انت مفتخر؟ انا ما اعتبره فخر بالنسبه لي، البعض يعتبره فخر هذا الشيء اكيد،
بس انا بالنسبه لي اعتبره انه خلل بالتدريس اللي خلاني اروح لشيء طريقه. طيب يعني ما اعرف انت هسه كطالب، نعم، ما ناوي تقرا بالسادس؟ والله بالسادس نقرا، بس الاشياء يعني مثلا عندك قطع او انشاءات او كلش طويله، يعني مستحيل المخ يستوعبها. شلون تعرفون هاي الاسئله جايه؟ الأسئلة جاية مو عندك المدرسين أو انباع أسئلة السنين السابقة، مثلا هنا أكو هنا مثلا أربع إنشاءات، فأنت اثنين من ذني جايات تقدر تحفظ لك واحد وثاني تغش في هذا 100% شيء جاء، أو تقدر تغش الاثنيناتهم، فأنت واحد من اثنين من هذني الأربع 100% جايات فتقدر تغش فيه.